نروح بقى للبريمير ليج. تحرك لمنع تكرار ازمه ليفربول وتوتنهام. شفنا كلنا الغلطه التحكيميه الكبيره جدا اللي حصلت في المباراه دي، ولكن هناك في رد فعل بقى. قرر الاتحاد الانجليزي لكره القدم اتخاذ اجراءات لمنع تكرار اخطاء تقنيه الفار في الجولات المقبله. شوفوا انت المشكله اللي حصلت دي انك مش هتعدي كده وخلاص، لا لا الموضوع ما بيمشيش كده، لا هناك عملوا بقى دراسه للموضوع ده وشافوا ايه اللي ممكن يحصل وايه ابعاد الموضوع ده في النتائج بعد كده. لا 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 الموضوع موضوع كبير جدا. المباراه دي شهدت الغاء هدف احرزه لاعب الريدز لويس دياس طبعا بعد الاستعانه بتقنيه الفار، رغم ان الاعاده التلفزيونيه لم توضح الخطوط اللي تم اعتمادها لاصدار القرار. وقالوا هاورد بيب رئيس لجنه الحكام بقى، قال ايه بقى في البريمير ليج؟ حددنا اجراءات للتاكد من ان الخطا الذي رايناه انه لن يحدث مجددا. يعني هم قالوا احنا ما ينفعش الموضوع ده يعدي كده. واضاف في برنامج تلفزيوني لاستعراض اخطاء الحكام والفار، برضه عندهم برنامج تلفزيوني لاستعراض اخطاء الحكام والفار عادي اهو في البريمير ليج. يتبقى العمل على التحسين، ينبغي العمل على تحسين التواصل بين الحكام داخل الملعب وهؤلاء الذين يقومون بمسؤوليتهم في الفار لعدم تكرار الخطأ الذي شاهدناه في لقاء ليفربول وتوتنهام. الموضوع هناك ما بيعديش كده، وهناك في قواعد بتحكم الدوري الانجليزي قوية جدا. يعني محدش بيقول لهم ما تتكلموش عن التحكيم، محدش بيقول لهم اصل ما ينفعش نعرض الحاجات دي. طالما في قانون يبقى لازم يبقى في محاكمه وعقاب وحاجات حاسمه في الموضوع، لازم حسم للموضوع من اول قرار. يعني هم هناك اشتغلوا على ان هم يطلعوا ببيان، والبيان ده طالع من البريمير ليج نفسهم من رئيس رابطه الحكام في البريمير ليج، ووضحوا الامور بمنتهى الشفافيه. كان ممكن بمنتهى السهوله يتغاضوا عن هذا الخطا وينسوه والناس تفضل تتكلم عليه، وطبعا احنا عارفين مين اللي بيعمل كده يعني، ويفضلوا ساكتين عادي. لكن هم ما عملوش كده، هم عندهم الشجاعه ان هم يواجهوا الراي العام بان احنا غلطنا واحنا عندنا قواعد هنمشي عليها وهنصحح الخطا ده في اللي جاي. ده شيء مهم جدا يتعلم منه الاتحادات. يعني باقي الاتحادات واخدين بالكم انتوا، اي اتحاد في العالم بيتعامل بشكل محترف كده مع الناس ويقول لك احنا غلطنا، واه ده غلط مؤثر في نتيجه المباراه، خلي بالك لان نتيجه المباراه اتغيرت بالغلط ده، خلي بالك يعني ده خطا مش عادي، ده خطا اثر في نتيجه مباراه في البريمير ليج بين فريقين ليهم شعبيه كبيره جدا. ليفربول وتوتنهام دول من اقوى الفرق الجماهيريه في انجلترا، فبالتالي هم امتصوا غضب الناس بالحقيقه، وامتصوا غضب الناس بان هم لا احنا ناخد بقى القاعده دي ونرضيهم. القاعده الجماهيريه الكبيره دي لازم يتم ارضائها، لان الخطا ده خطا جسيم وخطا كبير جدا وخطا ما يعديش كده يعني، وباللوائح وبالقوانين وكل حاجه. يعني هم ما انحازوش لحد قصاد حد، لا في واقعه، في فيديو، في حاجه اتعرضت في التلفزيون عادي جدا بيعرضوها في التلفزيون، زي ما كان الراجل اللي مشي اللي انتم مشيتوه ده كان عايز يعمل كده رئيس لجنه الحكام اللي فات. ونتمنى عندنا رئيس لجنه حكام اجنبي خبير دلوقتي محترم، نتمنى انه يتم دعمه في تطوير منظومه الحكام عشان نوصل للمرحله دي.